السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. النهاردة بنتكلم عن فيديو جديد عن ازاي اعلم ابني يدخل الحمام ويقول وكل حاجة، بدل ما يعني ان هما بيبهدلوا الدنيا في البيت وبيعملوا حمام على نفسهم. فتعالوا بقى نبدأ ايه، نعلمهم واحدة واحدة كده، وكمان الأطفال اللي هي اتعلمت فعلا ورجعت تاني ان هي تعمل على نفسها. تعالوا نعرف ايه هي الأسباب ونعلمهم ازاي يعملوا حمام في التويليت. طبعا كل أم بتعاني من المشكلة ديت، فتعالوا نشوف أول حاجة. لو هنبدأ من البداية خالص كده، في أساسيات لازم كل أم تكون عارفاها قبل أي حاجة. لازم ابنك، يعني ان انت تبقى عارفة ان ابنك او بنتك دول مميزين عن اي طفل تاني في العيلة، او اولاد اصحابك او اولاد اخواتك. مش لازم علشان هم اتعلموا بدري وفي سن بدري من سن السنة والسنة ونص ان انت ابنك برضه هيتعلم في نفس السن دوت، لا مش لازم. يعني في عيال بتتعلم من عند سن سنة، وفي سنة وشهر، في سنتين، في لحد 3 سنين. فده بيرجع لاستعدادهم النفسي والمثانة بتاعتهم وان هم بيتحكموا في نفسهم ولا لأ. فخلينا متفقين ان مفيش طفل زي التاني، وان مش لازم اقلد ابن فلانة وابن علانة ان هي مثلا علمت ابنها بسرعة فانا كمان لازم اعلم ابني بسرعة، وان انا اضغط عليه وان انا اخليه في ضغط نفسي في ان هو لازم يتعلم. لأ، انتي هو في علامات واشارات كده هتبين لك ان هو خلاص بقى مستعد ان هو يتعلم. في حاجة تانية بقى احنا لازم نتكلم فيها، الصبر ثم الصبر. يعني انتي لازم تبقي صبورة وتتحكمي في نفسك على قد ما تقدري، علشان هو مش هيتعلم بين يوم وليلة. يعني هو الموضوع سهل، ما تقلقيش انتي، بس عشان لسه مش داخل الموضوع فحاسه ان الموضوع صعب جدا. لا والله، اسألي كل الامهات اللي علموا اطفالهم بعد ما عدوا المرحله ديت، حسوا ان الموضوع بقى سهل. يعني فانتي لازم تبقي صبوره، واول ما تدخلي الموضوع دوت تبقي مهيئه نفسك ان الموضوع هياخد وقت. فبلاش انفعالات وغضب وعصبيه، لان ده هيقلب بالعكس مع الطفل. طب ايه هي بقى الاساسيات في ان انا هدرب طفلي على الحمام؟ اول حاجة لازم نكون متفقين عليها، ان ما ينفعش فجأة كده بين يوم وليلة ان انا هقول له ايه، خلاص يا حبيبي انت هتقلع البامبرز وخلاص هنبدأ بقى ايه نعمل حمام في الحمام. لا، هو لازم يكون الطفل مستعد للخطوة ديت، وهيكون مستعد ازاي يعني ان انا ما ادخلش كده فجأة كده. هو لا، هو لازم يبقى عنده رغبة في ان هو يكون عايز فعلا يعمل حمام في التويلت، وان انا ما اجبروش خالص على الخطوة دي. هو هتلاقيه بيعمل من نفسه اشارات ان هو عايز يدخل الحمام ويقلد الام والاب، وده تقريبا هيبدأ في عمر السنة ونص والسنتين. هتلاقيه بدأ يقلدك وبدأ ان هو عايز يعمل زيك يدخل الحمام. بدأ مثلا ان هو يتقرف من البامبرز بتاعه، ويتقرف ان هو عمل حمام على نفسه، ويبقى عايز ان انت تغيري له بسرعة. فهي دي العلامات ان هو الطفل اللي خلاص كده مهيأ ان انت تبدأي تعلميه وتوجهيه ان هو ازاي يعمل حمام في الحمام. في حاجات بقى ان احنا نبدأ بيها تدريب الطفل. يعني العلامات ايه هي بقى؟ اول علامة ان الطفل البامبرز بتاعه بتلاقيه فاضي لمدة ساعتين على الاقل. يعني كل ما تفتحي البامبرز بتلاقيه فاضي، مفهوش اي حمام، مفهوش اي تويلت. فبكده هو بدأ برضو يتحكم في نفسه شوية، وان الوقت بين الحمام والحمام بقى طويل الى حد ما. تاني حاجة، الحمام اللي هو البروز بيبقى ليه وقت معين. في اطفال اول ما بتصحى بتبدأ ان هي تطلق، يعني بتبدأ ان هي تعمل حمام. فكده انت عرفتي ان هو بيبقى ليه وقت معين. او في اطفال اول ما تاكل تعمل حمام. فتالت حاجة بقى، لما يجي يعمل حمام بيظهر على وشه وملامحه ان هو بيعمل حمام، زي وضعه او كلامه او ملامحه بتبين ان هو اصلا بيعمل حمام. فمن هنا انت عرفتي ان هو برضو بيعمل حمام. فساعتها وانت خلاص بدأت تتعلمي، فانت هتحطيه على البوتي او هتحطيه على قاعدة الحمام عادي خالص.
رابع حاجة لما بتطلبي من الطفل أي حاجة وبيجيبها لك وبيبدأ ينفذ اللي انت عايزاه، فانت كده ايه عرفتي ان هو فاهمك إلى حد ما، وان هو فاهم انت بتطلبي منه ايه، فلما تبدأي تقولي له ان احنا محتاجين نعمل حمام في الحمام هو كده فاهمك. يعني دي خامس نقطة هنتكلم فيها. خامس نقطة ان انت تلاقيه متضايق من وضع الحفاضة وان هو مش نضيف وعايز يغير على طول، ان هو متضايق ان هو عمل حمام على نفسه، او يقعد يشد البنطلون، يقعد يشد هدومه ويقولك ان هو محتاج يغير. سادس حاجة لما تلاقيه قادر ان هو ينزل بنطلونه مثلا او يروح الحمام بنفسه، قادر ان هو يشد البنطلون، الحاجات البسيطة ديت، وبمساعدتك طبعا ان انت هتقلعيه طبعا في الاول وتلبسيه وتدخليه الحمام، بس يعني حاجات بسيطة ان هو قادر يشد البنطلون كده يعني. فكده احنا كده خلاص عرفنا العلامات او الاساسيات اللي الطفل هيعملها وتدل ان هو خلاص محتاج ان هو يدخل الحمام وان هو خلاص محتاج ان هو يقلع البامبرز. في خطوات بقى هنبدأ نعملها في التعليم، اللي هي اول حاجة ان انا لازم ابدأ اعرفه على جسمه، وهوصف له مثلا المكان اللي بيعمل منه حمام بمثلا بالتوتة بأي كلمة انت تحبيها ان هو يقولها هتوصفيها له بيها، وهتبدأي تعرفيه ان في كلمة اسمها بول وبروز، او ان انت هتختاري كلمة سهلة في النطق ان هو يقولها، زي مثلا اقا، او مثلا ستول او يورين، زي ما تحبي ان الطفل يقول هتعلميه وهتقولي له. تاني حاجة هنشتري البوتي عشان يبدأ يعمل فيها، دي بتتباع في محلات لعب الأطفال ومحلات الصابون، طبعا بتتباع في الماركتس الكبيرة. طبعا يفضل ان ابنك يكون معاكي ويختار معاكي شكلها ولونها عشان يحبها ويحب يقعد عليها، ودي بتكون في المراحل الأولى، بتبقى سهلة عليكي في الأول، هنقعده عليها دقايق، كل مرة هيقعد عليها دقايق، حتى لو هو معملش قعديه برضو علشان يبدأ يتعود. والبوتي هتبقى سهل عليكي عشان بتتحط في اي مكان انت عايزاه، مثلا في الاوضه، في الريسبشن، في اوضته، تبقى سهله في الاول ان انت تلحقيه، ان هو لو قال عايز اعمل بيبي يبقى ايه، تبقى هي موجوده. وفي اطفال اصلا بترفضها وبتحب ان هي تعمل حمام في التويلت على طول، فمفيش اي مشكله لو لقيتي ابنك رافض البوتي، مفيش اي مشكله، خلاص علميه على التويلت وده هيبقى اسهل لك. تالت حاجة لازم يفهم ان هو لو عايز يعمل حمام يقول لك. بصي كل اللي فات ده كوم، والنقطة دي كوم تاني خالص، ابنك رك ان هو ما فهم انت عايزة منه ايه، انت عايزة منه ان هو اول ما يعوز يعمل حمام ان هو يقول لك، خلاص هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا وبسيط بالنسبة له. لكن طول ما هو مش فاهم انت عايزة منه ايه هيبدأ ان هو هتبدأوا تتعصبوا على بعض ان هو مش فاهمك وانتي مش فاهمين، فهو انتي لازم تفهميه انتي محتاجة منه ايه بالظبط، ولما تلاقيه مستجيب كده هتبدأي تقولي ان خلاص الموضوع خلص وهتلاقيه بدأ يتعلم لوحده. رابع حاجة لو خلاص ان هو اتعلم وفهم انتي عايزة منه ايه خلاص وبدأ يقعد على البوتي، انتي بقى هتبقى كل اللي انتي محتاجاه ان انتي كل وجبة تقعدي على البوتي، وكل نص ساعة أو ساعة تقعدي على البوتي عشان يعمل يورين اللي هي المية، وتعلمي ان هو بعد كل حمام لازم يغسل ايده ويتشطف، فدي اساسيات ان هو لازم يتعلمها عشان الموضوع يبقى سهل عليه بعد كده، وما تبدأيش ان انت تعلميه بعد كده حاجة تانية، لا هو يعمل حمام يغسل ايده ويتشطف كويس، تعلمي ازاي يتشطف عشان دي هتبقى المرحلة اللي بعد كده، فالموضوع يبقى سهل عليكي. خامس حاجة لما يكبر شوية هننقل بقى من استخدام البوتي ان احنا هنستخدم الحمام العادي، وزي ما قلتلك اصلا في اطفال بترفض البوتي خالص وبيفضلوا الحمام على طول، ما فيش اي مشكلة، اللي هو يحب يتعلم عليه يتعلم عليه. وعلى فكرة في كمان اشكال بوتي، يعني الاطفال مش بتستريح في القعدة بتاعتها، زي مثلا اللي هي عليها كرسي ديت، هي شكلها هيشدك وكل حاجة، بس في كذا طفل فعلا جربها وان هو مرتاحش فيها. البوتي العادية خالص اللي هي القديمة جدا ديت هتلاقيه بيستريح فيها جدا، ويعني ما يغركيش شكل البوتي.
طب كل اللي فات ده بقى كلام نظري بقى، ويعني كله كلام كده، ولسه ما دخلناش بقى في الموضوع. هنبدأ بقى في الكلام العملي. لو مثلا ابني خلاص بدأ يتعلم وخلاص بقى بيقول وكل حاجة، وفجأة كده بقى يعني، لا هنقول الأول إن هو مثلا انتي بدأت تتعلمي وهو بقى مش مستجيب يعني، فانت خلاص لما يعمل على نفسه سيبيه مبلول كده كام دقيقة علشان يحس بالبلل، ويعني ويحس يعني بحالة كده من ان هو يبقى قرفان من نفسه ان هو مبلول وكده، وانت برضو حاولي تحسسيه بحالة كده ان كده غلط وان كده قرف وان كده ما ينفعش، وان هو لازم يعمل في البوتي. ومثلا لو الطفل مثلا كان تمام بقى وخلاص بدأ يعمل وبدأ يقول مدة شهر ولا شهرين ورجع تاني ولا كأنه اتعلم حاجة، انا لازم اعرف بقى ايه السبب في موضوع الانتكاسة ديت. وعلى فكرة الانتكاسة دي بتحصل في اطفال كتير جدا، يعني مش في طفلك انتي بس. فانا لازم اعرف ان لو في مثلا حد جديد جه في العيلة، مثلا انتي حامل او في بيبي جديد جه في العيلة، او اتعرض لأذى نفسي، او انتي طول النهار بتزعقي وتضربي في الطفل، فلازم نراجع نفسنا. انتي ركزي بس مع نفسك كده، هتلاقي السبب في ان الطفل ليه بدأ يرجع تاني يعمل حمام على نفسه. انتي في الاول بقى وقت التعليم يعني هيبدأ على مرحلتين. اول مرحلة هنبدأ نعلم الطفل ونخلعه البامبرز تماما في البيت، يعني في البيت هو هيخلع البامبرز خالص الا وقت النوم ووقت الخروج. وقت النوم بعد ما ينام تروحي ملبسه البامبرز، وقبل ما يصحى تروحي مقلعه البامبرز. ووقت الخروج هتلبسيه برضو البامبرز، لان هو يعني بيبقى لسه برضو مش متعود. وبرضو ده انا بتكلم على الاطفال اللي هي سنها لسه صغير، في حدود حوالي سنة ونص للسنتين، اللي هم لسه برضو مش قادرين يتحكموا في نفسهم، فاحنا لازم برضو ان احنا نراعي ان هم لسه اطفال صغيرين. تاني مرحلة ان هي خلاص احنا قررنا ان احنا نخلع البامبرز خالص، ولا هنلبسه في البيت ولا في الخروج ولا في النوم ولا في اي حاجة. وساعة النوم انت هتبدأ ان انت تفرشي له فرشة قبل ما ينام، واول ما ينام بعدها بساعة تروحي مدخلة الحمام، وقبل ما النهار يطلع على حوالي الساعة 5 الصبح كده تروحي مدخلة الحمام تاني، علشان اعصابك بس ما تتعبش تروحي فرشة له فرشة كده تحتي مشمع علشان ما يبهدلش الدنيا، وانت ما تتعصبيش وما تتنرفزيش عليه. وزي ما اتكلمت معاكي، هو الموضوع بس ايه محتاج صبر طبعا. في كل مرة هيعمل فيها حمام هتفاجئيه بعنصر يعني هتكافئيه، يعني عنصر المكافأة ده مهم جدا، وان كل العيلة تبدأ تشجعه. ولو انت خدتي خطوة انك تخلعي البامبرز نهائي، اوعي اوعي ترجعي فيها، يعني ما تخلعيش البامبرز مثلا شهر وترجعي ايه تقولي لا انا هرجع فيها. الموضوع هيبقى اسوأ، وهتبدأي تعلمي تاني من الاول خالص. فانت ادام خدتي القرار ما ترجعيش فيه تاني خالص. والله يا جماعة الموضوع سهل مش صعب، وحاولوا بس انتوا تهدوا اعصابكم وتبدأوا فيه واحدة واحدة، هتلاقي الموضوع سهل جدا. وانتي حاولي بس ما تتنرفزيش وما تتعصبيش على ابنك. ودي كانت تجربتي في تقليع البامبرز لبنتي، وبرضو والحاجات اللي اتعلمتها من الناس اللي حواليا. واه صح هقولك على حاجة، لما انتي تيجي تخرجي، لما بعد ما تقلعي البامبرز وانتي خارجة، لما تلاقي اي مكان فيه تويلت طبعا تحاولي ان انتي تدخليه، حتى لو مش عايز يعمل دخليه برضو. وقبل الخروج من البيت فهميه ان مفيش حمام في الشارع، عشان يبدأ ان هو ايه يتعلم ان هو يمسك نفسه. بس يا جماعة لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة، اللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الليل.